العالم باش نوري وان القضيه بتاع الشعب التونسي هي قضيه اقتصاديه واجتماعيه، وما جيناش لنا المظاهرات امام المسرح ولا خشبه المسرح. المهم هي القضيه بتاع الشعب التونسي باش تعيشوا بكرامه. بارك الله فيك. هذه هي القضيه الاساسيه. بارك الله فيك. مش الناس اللي قاعدين قدام المسرح يتحدثوا عن الاخطبوط ويتحدثوا عن ما نعترفش بالقوانين، الكل جاوا عرفوا حقيقه مطالب الشعب التونسي. راهم على الاقل لو كان ثم حد ادنى من ماء الوجه ما عادش يظهروا لا في المسرح ولا في وسائل الاعلام. سي صالح. نعم. استمعت لكلمه الرئيس السعيد. خلينا نسال بوضوح، ثم الشابه اتهمت شاب انه يعكس فيها، مع كم احترامنا، شنو هو الدليل انه يعكس فيك الشاب هذا؟ قالت لهم راهو يمشي وراه ويمشي بالخطوه بالخطوه، الشاب اللي وراي هذاك. ايه تو الرئيس السعيد في بالك راهو عدى 3 سنوات من العهده نتاعو، وين مشاريعك؟ جبت خلاص يظهروا في الشارع، يا ودي دخلت جبت خلاص، انت اش قدمت؟ انت اش قدمت؟ سؤال مطروح، قدمتش حاجه، مشروع حاجه بعد 3 سنين، العهده اوشكت على نهايتها، اللهم طالب 20 سنه وقت. قدمش حاجه هو باش طلبنا به، تفضل. أنا أعتقد أنه الحالة السياسية في تونس وخاصة في مستوى رئاسة الجمهورية حالة يعني الحقيقة لافتة للانتباه. يعني رئيس الجمهورية منذ أن صعد، خاصة منذ الانقلاب إلى الآن، هو لا يتحدث عن مشروعات، لا يتحدث عن حلول للبلاد، لا يتحدث عن مخارج للمآزق التي تعيش فيها البلاد، هو فقط يتحدث عن الآخرين. الآخرين هم المعارضة، الآخرين هم فلان أو فلتان، الآخرين فساد، الآخرين الغرف المظلمة إلى آخره. يعني هذا عفوا ليس غريبا، هذا في تقديري. الغريب هو ان يطلق مشروعا او اثنين ضخمين كبار ويقول هاني هذه يعني ربما المبادره نتاعي الجديده اللي يمكن ان يقوم بها للشعب التونسي. لا اجد ان الرئيس الا عاجزا على هذا الى حد الان على الاقل، وغير قادر على تقديم شيء ما للبلاد وللمؤسسات نتاع البلاد وللتجربه الديمقراطيه وللانتقال الديمقراطي ولحياه سياسيه يعني رفيعة المستوى في البلاد، وحتى لحياة اقتصادية واجتماعية. هو رجل الآن أنا أعتقد أنه يعيش خارج الزمن السياسي التونسي وخارج الزمن الشعبي التونسي برمته. والدليل على ذلك كما تفضلت منذ قليل حسين وقلت أنت بنفسك أنه الجميع الآن ينفضون من حوله، أصدقائه وأقربائه والذين تحالفوا معه والذين وقفوا إلى جانبه والذين ناصروه والذين شاركوا في استشارته وفي استفتائه إلى آخره. هو يعيش هذه العزلة، هذا المأزق، يعيش هذا السكيزوفرينيا بين ما يريد أن يفعل وبين الواقع اللي يصطدم به. لكن أنا مشكلتي مش غادي الحقيقة حسين، أنا مشكلتي في جبهة خلاص، مشكلتي في المعارضة. ما الذي تقدمه المعارضة إلى الآن كمقترحات، كبدائل، كتصورات للخروج من المأزق، لإحراج فعلا قيس سعيد؟ أنا أعتقد أن قيس سعيد تعجبه هذه الخطابات، ربما تعود حتى يسمعها قبل الثورة وبعد الثورة، فتعود عليها هذه الخطابات المنادية بالديمقراطية وبالحريات خطاب معارضة، وكأن به هو المعارض، في حين هو يملك بتلابيب السلطة كل شيء يملك. نعم نعم. لا أنا لم أعد الحقيقة أثق فيما يمكن أن يفعله رئيس الجمهورية. خليني أكون واضح في هذا الموضوع، أنا ما زلت عندي بعض الثقة في جبهة الخلاص الوطني حقيقة، وأقول بعض الثقة، لكن هذه الثقة مرتبطة بأجندة يمكن أن تبنيها هذه الجبهة، وهي أن تطلق مشروعا سياسيا واضحا بعيدا عن حكومة الإنقاذ. هذه نوع من الموزايك اللي تقدم لنا فيه، ولا أعتقد أنه الجبهة قادرة عليه ولا الوضع السياسي يحتمله. نحتاج إلى حوار وطني، أن تطلق حوارا وطنيا، أن تحرج اتحاد الشغل وتدعوه إلى الإشراف على هذا الحوار الوطني، أن تدعو شخصية سياسية وطنية من حجم معين تدعوها إلى الإشراف على هذا الحوار الوطني، ربما أن تذهب بعيدا أن تدعو رئيس الجمهورية نفسه للإشراف وتحرجه بالإشراف على هذا الحوار وإن كان هو لم يقبل بذلك. يعني هذه خطوة أساسية يمكن أن تقوم بها جبهة الإنقاذ. الخطوة الثانية أن تعلن مرشحا لرئاسة الجمهورية وأن تدعو إلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها في أقرب وقت ممكن من أجل الانتهاء من قضية رئاسة الجمهورية ومن يشرف على البلاد، وأن تدخل في معترك إصلاحات سياسية مهمة وإصلاحات اقتصادية واجتماعية وتعلنها للمواطنين التوانسة. يعني بدلا من هذا الخروج
في تجمعات وفي مظاهرات في داخل البلاد وفي العاصمة. أعتقد أنه في كل أسبوع أو كل أسبوعين تطرح مبادرة. هذه موضوع يعني هذا برنامجنا السياسي، هذا برنامجنا الاقتصادي، هذه تصورنا للمجتمع التونسي، هذا كيفية العودة للديمقراطية. نعم. هذا مرشحنا لرئاسة الجمهورية. هكذا ربما تقنع الشعب التونسي، تقنع بعض المعارضات، تقنع بعض الأطراف السياسية في الداخل وفي الخارج. أنا أعتقد من خلال محادثاتي ومن خلال علاقاتي سي حسين، الخارج الآن يطرح سؤالا مركزيا: من يمكنه أن يخلف السيد قيس سعيد في رئاسة الجمهورية؟ لا يجدون جوابا مقنعا لدى المعارضات باختلاف أطيافها، بما في ذلك مجموعة الخمسة التي تحدثنا عليها. على الجبهة أن تخرج من هذا الجلباب، جلباب المعارضة والصوت المرتفع والسقف المرتفع الواسع، وأن تكون معارضة، دعني أقول جدية أكثر في طرح مقترحات، أن تكون معارضة مقترح قوية، قوة مقترح وقوة اقتراح، وتقدمه في شكل برنامج سياسي شامل يمكن أن يقنع الناس، يمكن. نعم. أن يقنع الداخل والخارج على هذا الموضوع بالتحديد. نعم.